أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. اللهم ربنا علمنا كما علمت آدم وإبراهيم، وفهمنا كما فهمت سليمان. ربي أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر. آمين. أما بعد، خب بهرمتي خاي قورة أجينا درسي سدو بستويك لتدريس كتابي الفقه المنهجي لسر إدامي مبحثي بالرصيح السيبي فلكي كان بحثك مع النوى إن شاء الله تكميلي أكين لدرسي قبل دا جينا مبحثي اختلافي مطالع أو كوايا أمانة دخيلة لموضوعي شروع إيمان كان يعني اختلافي بين فقهاء ذكر كريا ولا مسبي إميش كمسبي مامي شافعية اختلافي مطالع معتبرة وأقرج حقيقتي شمان قرق بي خاهي نخاهي حر بفتوار ساعات فرقز لشروعي روجي يامانجي قمري لسر زمينة قرقو بي قرقو نبي بفتوار ساعات تفاوتك يعني نهاية روجي فرقية كوي شو مثلا علان لإيرانا فرزن روجة لأمريكا شوى نهاية خواهج ناتواني حلو لحظة كي إسا إما روج مانا وججن مانا وعيد مانا يا دسمان بيك إذا بروجو هرويج لو لحظة مكري نهاية إما شو مان تيب ملاجاء أو إن دس بيكا بس بوني اختلافي مطالع متفق عليه هي دخيلكيتي ودخالتي كي أتواني بيجي وقت ما يجين مانجي شرعي بالرؤية هلال دس بيكا أو هلال ميقاتي مانجي شرعية يباشا لما انتقيك كل شرقي ما يا هلال نبين راو هلال أصلا نية تاب بين ري مثلا الآن لما انتقي باكستانا مثلا لما انتقي باكستانا مانج قبل سخور دانيش مثلا قبل سخور دانيش تاو لعواري بسنو هما كدواي مغرب تماشيان كدوا كاتي كوا خور دانيشي قمري لأسمانان يعني يا لقل خور دانيش تو يا قبل سخور فزياريوان مانجي شرعيا نهاتو فزوجيها اگه کسی هادوتي مثلا الان مثلا لپاکستانا چیه من شروع نوگه ولی اگه لإيرانا بین را اتبو عراق و بو سوريا و بو لبنان و تبر را او حجت و دلیل لکتی جزوکه که لبر دستانا هست لپری چلو یک اوانا نقلی کردوتي و اجمعو انه لا يراعا ذلك في البلدان النائية كالاندلسي والحجاز اجماعي اصلا نسر امه يعني شيء رؤية شوينة بو شوينة كي تروكو مناطق كفرفر دوربن أو هر مراعاة ناكري بس أو بابزان نهاية قركو بي قركو نوي لسر زمينة بس أو قالو قوليك أكوي تري والله با مسلمانان همو يقدن بنوكاك قركت بي قركت نبي أما خواي قورا دنيا يواخر كردوا أمرو جمعز سوحة لأمريكا جمعز سوحة يمه لأمريكا جمعز مثلا يعني هاية نيوشوي يمه تعزر رجكاتو لبي بوس جمعي أوان بس خو أما ترشتكي طبيعي أما مسألة بحثي حجو أواني كم كروتم شارم بكروتم شاهد وكو فريل علماء جن أصلا وسا حجيج لججن قربانا بإني حاجيان تعين بكري لما سبي إمامي شافعي كان قولي لبعض الزاناي مسهب نقلكم نجيكي خوش مانا يكي لو علمانا كرد هم ولاتي خو مانا ما مسا محمد باقري بالك برحمتي خوالي بعالمي كبر جستب ولا منتقي مريوانا لكتبه كاك بناوي محمد باقر بالكي وجهوده في الفقه وأصوله لويدها توا الله أجر رؤيتي هلال لشارع منتقي كثابت بو واجب قرتني الرجوع يا إعلامي عيد بو تواي مسلمان كان لها النقطة لكري زمين بن يعني وادي أرى مثلا محمد باقري بالك او رأي او زانايان بخوي قرت وكابوتيتي حركي سرزمين بين را بين راوة وهاروها مامسا عبدالله هرتلي لكتابي روناكي رب العالمين كي او كتابكي امامي نووي ترجمة كروتو منهاج الطالبين شرحي كيشي لسر داوة لوي علي نظر امامي نووي رحمتي خواي اللي لسر واسك اقر منطقي لقل منطقي كتر هج درجي فلكي فرقيبو هج درجي فلكي هج درجة فلكي مانج لأسمانا هر درجة بچوار دقيقة تيكا آسمان كرة دائرة 360 درجة
قرار به 24 ساعت دور یک باتو لهر ساعت یکا چند درجه تا یکا مثلا 24 تقسیم بره چی 360 تقسیم بر 24 اما بیا کات 15 گشت بانک دو هر دقیقه چند تا یکا هر دقیقه 4 چی هر درجه ل 4 دقیقه تا یبی هر درجه ل 4 دقیقه پس اجن اگر منطقه ل منطقه کی تر 8 درجه فلکی فاصله یم بمطالعه کی یعنی 32 دقیقه مثلا فرض علن کورسان ایرانا مانگ لساعاتی فرزن بیجون خور لساعاتی هفت و نیم واره دانیشه مثلا للبنانا خور دانیشه اما بوتا هشت مثلا ایجین بوتا هشت و دو دقیقه اما هم مطلعین تبقی هم قصه امام نووی تبقی هم قصه امام نووی کوتیانا چی هشت درجه فلکی یعنی سی دو دقیقه فاصله یعنی بی حتی افق کانیان لما سبع انواع وتيانه فزتيانه لرا اختلاف مشكله كينيه ونهايه وتيتي لو هرتلي اكثر كشورا مسلمان كاني خاورميانه شامل اواب بس امي شيخ جوانا موضوعي كي وتم درسك قبل يا وتم موضوعك معاصر يا زبقسيس راس مثلا فس منطقي خاورميانه نهايه العراق وايران وعربستان وسليمان هدول سي سي دقيقه رنق فرقيها بيت فشات كما فرتر بالنسبه لسوريا وما وتيتي ديدغا ابن حجر النووي وشان كسي كتري وكما مصاب درس وانسى لا دكتور وهبة الزحليل الفقه الاسلامي ودلة وجل ديدو لا فري 1662 فرميتي علوم فلكي ونجومي يكبوني مانغا كان لبين كشور الاسلام كان تأيدكا نتيجة وتيتي اول سنة ورئيس ايجا اگر جزئي كي مشترك لشوي عن اشتراكي بو رؤيتي شوين بو شوين كتريج ملاك نهاية دقت كان اما لفرلا موضوعاتك لفرلا موضوعاتك الفقه امامي شافعي علماء فتوى بمسبي امامي ابو حنيفه يا امامي يكي كتل ائمه داوه فزقل شرايتك تشابو وحده امه الاسلام مثلا وكو موضوع حج وكو مثلا رجع عرفه ورجع عيد اقر هاتنو بتقليد علماء الرؤيه من تقي حجازي انكر لا باس به يجي مشكله كي لسر ني ان شاء الله تعالى و إمام ابن حجر هيتميج لتحفة المحتاجة وتيتي اتفاق علماء شافعي لسرى لهر كشورة كهلال رؤية كريا تواي مناطقانك إلا غربي أو كشورا أو بويان رؤيته واجبة يعني الرجوع هو أنا واجبي لغربي مصر يسأل لكردستان إيران أبين دان كردستان إيراق سوريا لبنان وإلى آخر خب للا بري تلو دوي كتبك كلا بردستان ألي بحثي أوي كرد وتي خب ام فاصله دوره چنه که و تی کمال اگجم لآخری چلوی که 3226 کلومتر اوانده دور بیه اوانده دور بو اتر رویتا که حسیو ناک لپر چلو دو ایجه این رأی کاملا موافق با واقع نجومی و فلکی امروز است آقای حسین کمال الدین دکترای نجوم رحمه الله تعالی می فرماید وهمچنین شارع بسیاری از احکام را بر اساس اختلاف مطالع بنان هادی است که از بارسترین انها مواقیت نماز هست و واحد و همه هنگ قرار دادن شروع و پایان روزه و یک روز همه هنگ قرار دادن اعیاد برای جمیع اهل زمین جایز نید اصلا امکان پذیر نیه چه بگایت چی؟ جایز پس گرکو بگی حتی تو حتی بر اساسی اقترانیج اینی بکی مصابه برای مسلمانان آتون که قالی اخنس ارهیجن با اقتران بيت وحدة بيت حتى بالأساس اقتران يجب بها الروج وفاصلة كأكبي بس أو هدفك بداناني اقتران بعنواني مبدئك بعد واتريج سبح سيكين هر شرعي جنية هر أو نتيجة إني لأبيته لا هر أو لا برايجي دكتور نزال قسوم ميقويت نزال قسوم نعلم نفقيه نشار زي دينة كابرايك دكتوراي علومي في مواد نجومية فقط. دكتور نزار قسومي قيادة بعض الفقهاء معاصر خاصة عند إن مشكل رابع منحصر نمودن التعميم الآن برسر زمينهاي إسلامي حل ما عند. بين ادعاء كتفاوت زماني بين الشرقي ترين بلاد إسلامي وغربي ترين الآن أسحف ساعات تجاوز نمي كنت. در حالي كإن رأي رئيس كي ما أن رأى صحيح نمي دانيم. زيرا أولا حساب النجومي قاهي حكم بغير ممكن بدن رؤية هلال در بعضی از سرزمین‌ها و امکان رؤیت در بعضی دیگر از آنها می‌داد و ثانیت به این دلیل که این رأی مخالف نقش عالمی و جهانی بودن شریعت اسلام بوده و وضعیت اقلیت‌های مسلمان موجود در خارج عالم اسلامی را در نظر نگرفته و اهمال نموده است. اینجا
وتي أنا أجر فاصلة 7 ساعات بو وتو يقرأيته دي سؤال مثلا جدي إيه باشا كابريا كل أمريكا تجيه مثلا فرزن باشا يسوتو لمراكش تا إيران يا تا باكستان تا أو تبيج 7 ساعات فاصلة يفوق يس إيه باشا خلكي كل أمريكا لبرازيل لأرجنتين أو أنيتش مشكلة كيني در هر حال مش تكي هنا وقت اللي مراكش بين راس صدر صدبو أمريكاي جنوبي أو أنيتش رج شوكيان هات مانجا كش رعبوه در هر صورت به نظر من حقیقت یعنی لطولی تاریخ اسلام اما اصلا مشکل نبود اصلا مشکل نبود یک شتیش تن لیرا با عرض کن اما زور جاران مسلمانان یعنی بعضی وقت واقعا مسلمانان خویان دردی سرین فر جاران مسلمانان اما مسائلانه به تفاسیری سیاسی تفسیر کنو مثلا اغلا ولات ایران خب مذهبی شیعه حاکمه أما ذهبها وصل يجيب أشد بالرؤية شاو ما في الكبير خب أمرت ما شاء كان رؤية ناكر يا برساسي حسيني فلكي برسيان كده أمرو أمكان فزيني الرؤية شي أبين ري مثلا أبين ري لعربستان إعلامك ججنة يا رمزانة قرج مردم إحساسك والله هو بعض اختلافات سياسية يا اختلافات مذهبية ها إيران يا عربستان ويكن أصلا مساء ونية يعني ما شيء ترى ما وكو مردمي كعوام بيرنا كينو حقيقة تام بيجي من كاتك طلبة علم ما كير طلبة بمكمتر يا قبل زويته كمتر شهر زابين لمسائل ديني تعجب ما كير لفتوى بعض لما مساي جورو برز لولاتي خو معنا كمثلا فرزن شرايته أهات برو شيء لولاتي كخليجية إعلامي ججنيا ولاتي كترى إعلام كرابو لإيران نكرا أو أيوت مثلا ما مسنا سري زي أي خو يجر رحمتك على منطقي خو معنا أيوت من تك إيرانا إنك إيراني نك. بس دقت كان أنا لأن مسائلك هنا ربطك مو موضوعات هون إن شاء الله. بس أما بفزان النجاة لا بريش لوسيا إجي. منابرين أنت بعض الفقهاء وفلكيين درس دد عن هستن يعني سعيد رهما عن المدن الجمع جميع المسلمان جهان در شروع رمضان وإتمامه أنت شين أمري مقصدي شرعي نست. دقتك أما فر مهمة. بس بعض الجيشان حموي باوي كوبي. اما مقصودی شن چون خودی شارع اصلا خودی خالق جل جلاله وای دانیا و که فرقه که زیرا این کار موافق با واقع فلکی و نجومی نبوده و الى آخر سپس بر مسلمان واجب است که خود را بر قبول اختلافات مذهبی تربیت و تهذیب نماینده مفر مهمه ها مسلمانان لسر یعن لازمه علماء یعنی اما بمسلمان عادي بكنو كاكا موضوعك كاكا وأصلك يا وصو السلام نقالي قركو نقولي قركو نمرافي قركو نجنجي قركو نهات سر أمنا ولي خو تعيني مانق بجتيك وشرعيني أو موضوعك موردين للا بريتش لوچوارا يجي ملاحظي أز نمونهاي السلبي در إن موضوع كان موضوع يعني نمونهاي كبعض الفلكي كان معاصر بوها مهان كردني جميع مسلمانان دخالتك وكو على الآن مع عصري خومن دوري خومن كبرج برساس حسابي فلكي توال أنشأ الدكتور نزال قسوم در وديقران در كتاب شان إثبات الشهور الهلالية ومشكلة التوقيت الإسلامي در باري مسافة معتبر براي اختلاف مطالع بيان نمودين انت ما شاكل كابرايكي فلكي شناس غير عالم غير فقيه چي يجي يجي أكثر الشافعية مسافة قصر يعني 88 كيلومتر و 704 متر را بعنوان زابطه مسافة معتبر برای اختلاف مطالع قرار داده اند. در حالی که انکار همان طور که میبینید قیاسی احمقانه است. تماشا؟ کابرایک که انسانی که فلکی ناسه نه شهر ازاز نه عالم هاتو بو علمای دین چیه که و علمای دین جه کارکیان احمقانه است. اما واقعا جگای مصیبته. تو کار بو کارانه چیه؟ علمای دین خواست رزن بمتانه. نکتو. نهايةً يجي أولاً إنش نتعاملي بنقل أحكام الشرعي سحيني ثانياً على بران در نقل حكم الشافعي دوچار خطاشو دانت وتم شافعية چيجن هاش درجة كداني زيرا أنش نقل نمودين فقد يقرأي در مسابة الشوافع أصلاً رأيه كاني تر فرقك همچنان كنوويد وغير أوقفت أنت در حالي كرأي مورد اعتبار در نزد الشوافع هماني بود كقبلاً ذكر نموديم در إنجا جائز نيس كاعتبار فلكي رابع اعتبار الشرعي قياس نموده فر مهم أما بس دليل شافعي الشرع أزنا أستجرب فلكي ونجومي نهاية لآخر صفحة كي أجي
وأزن منعي ظلم نجوم شناسان وفلكيين بأحكام شرعي أنت أسكدر كتابم المعايير الفقهية أما كيس كتابي أتمنى كيف على بردسمانا ميزان اعتماد برحساب فلكي جهة إثبات المهاي الشرعي ترجمي مدى الاعتماد على الحساب الفلكي في تعيين الشهور الشرعية شديك أواسا ناوكي إني أمها مدى الاعتماد على الحسابات الفلكية لثبوت الأهلة الشرعية كتيمي دكتور نزار محمود قاسم الشيخ من تقريبا حفتا وكان جزر سنة مترجمة كروتو لكان عنك إيش هذا أوي جوال بردس معنا أفنين لو كتبيت المعايير الفقهية والفلكية لدخول وقتي الظهر والعصر تما شاكن إما بويا أم تفصيلات أخرين إن شاء الله هو زور زهن باستر مسائل أنا شارة زابن وعقابن وبيج واقعا قدري أم مسائل مطرح أكريب زانن اين حر راحت ايميج او بحثي ثقل منهجي يا مغني محتاجه هذا الشيء لسري رد ابينو يلجا لسيج تولينه كي شاد ده دقيقه توليه كي شاد تو ابو ري بيكاري لما قالك ما نصوح اي ولا نا جامعي كا قرار قرن مردم سؤال تانت يكا يك اعلامك والله او حسي فلكي فلان يجي تو شارزا بيشتي كي شاغدار نويل لاتا خو اجي ويك عزين منها قول الدكتور نزال القسوم بعضهم كاكي نزال القسوم يجي تحت عنوانه آخرين پیشنهادات برای حل مشکل تقویم. اما هاتوا کابرایی که غیر عالمی شرعی هاتوم پیشنهاد داد. تطبیقات حساب فلکی در مسائل اسلامی گفته است. در شریعت نصوصی که مسئله اختلاف متال اعراب بررسی و چارجوی نموده باشد وارد نشده است. نه در قرآن و نه در سنت. بلکه ممکن نیست که انسان از این نصوص نه از منطوقشان و نه از مفهومشان چیزی از فروع این مسئله را بدست آورد. جات مشاکل دکتر نزال قسوم بحثی منطوق و مفهوم و نصوص القرآن وسنة يعني منطق ومفهوم فسي أصول الفقه سبس در خصوص حديث كريب قفت أما حديث كريب دليل بشمار رمي آيات زيرا احتمال دارت كابن عباس رضي الله عنه منظورش أزان قولش فهم واجتهاد خودش بود باشد ننسبة دادن عن حكم برسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمال دارت كمقصودة نسبة دادن عن برسول الله صلى الله عليه وسلم بود باشد أما دارين حالة نيز إن رواية حجتي دربر ندارت بدليل غموزج وإنك محتمل معاني زيادة است إنك أبرايك غير عالم إجا غموزي واتيات تبرا تشوزاني إجا صاحب كتبي وعلى بردسن در حالي كتشين عباراتي غير علمي هستند وشايسته وجائز نيس كي ابن عباس رضي الله عنه أنه ما را متهم بعدم نسبة دادن حكم برسول الله صلى الله عليه وسلم براستي كالدكتور إفلا كلام شرابانا في الشروع شروع نموده بإن حكي قفته در خصوص إبن سلهيج نسي وجودنا بعدن إجي هس لآخر يجي ابن عبد البر رحمتي خوالي بيجي من قول أول را ترجح من الأمكام يعني أويك واجي اختلافي مطالع معتبرة اختلاف ومسبب ما مش شافعي جاوة نهاية لآخر صفحي تلو حفتة بيان وشروعي مبحثي حسيبي فلكي بس أو باراغراف آخر بعد ذكر إن توزيعات برايد واضح قردي كده المسألة اختلاف مطالع دو رأي وجود داشت أول اعتباري باختلاف مطالع نيست بس هرقا هلال در سرزميني رؤية قرديد بر جميع سرزمين ها چه دورشان وچه نزديكشان روز واجب مي قردد والقول قول جمهور فقهاء عم أس حنفية ومالكي وحنابل است قول دوم اختلاف مطالع در سرزمين هاي كدور از هم هستند معتبر است وإن قول رأي شافعي است وبإن طريق دخول در ماه رمضان وغيره وغيره سورد مبزيرد وأصل در زمان پیامبر صلى الله عليه وسلم براي دخول بماه رمضان وغيره اعتماد بالرؤية هلال بوده است سپس قول ديگري ظاهر شد كي قائل باعتماد نمودن برحساب فلكي براي تشخيص أول ماها بجاي اعتماد بالرؤية هلال است إيسا بحثي حسي فلكي أكا حكمي چيه للابرج لوش تاجيم بحث دوم حكمي اعتماد برحساب فلكي براي إثبات هلال جي مسألة اعتماد برحساب فلكي در مورد دخول ما هاي شرعي مسألة قديمي بوده بس موضوعك قديم أولا موضوع خودي حساب فلكي حل كونه هز أصلا مسألة حساب فلكي بيان كردوه لإنهاي باستاني كالتمدني بابل بيان كردوه أصلا زماني زهوره وطلوع وغروبي سياري زهره بوش هندين مدتي طولاني همو ينسيوته حتى زهره شبقاته إني مانقو واني مسألة اعتماد برحساب فلكي چونك قديمي او خلق هسارة پرست بوه زور كالكي دابو انانا و اهتمامي داقا بيان بو عبادتي و هسارة نبكاتو الى آخر زور توجيه بكرنو
مسئله قدیمی بوده و از زمانی که مسلمانان در علم نجوم پیشرفت نموده اند وجود داشته است. مسلمانان که لعلم نجوم پیشرفتیان کرده حل سالی لکونو اول کتیبه که ترجمه کراوتو لعلم نجوم لبینی مسلمانان اگرستو بوداری سالی صدو بیستو چند لكتب علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى كارلو نالينو لا برسد سيوهشتا عليه يذكر المستشرق نالينو أن أول كتاب فلكي ترجم إلى اللغة العربية هو كتاب عرض مفتاح النجوم المنسوب إلى هرمس الحكيم يحتمل أنه كتاب ترجم سنة 125 يعني صالي صدو بستفنجي هجري قوية أول كتاب ترجمه خوند من لقرنیسی اتر فی افرادی شعر زابون خوب بلکه ابن تیمیه رحمه الله وجود این موضوع را به زمان صحابه برگردان دازه ایا ام موضوع لزمانی صحابه بوه پیغمبری اکرم علیه السلام مختل لنسی حدیث افرمی انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب یعنی چی؟ یعنی موضوع حساب و بحثی حسابی فلکی لو دوره چان مطرح بوه اگینا مطرح نوایب و چی پیغمبر علیه السلام اصلا بحثی اکا گرج صحابه هم پرسیه رسول الله حسیب چیه؟ هم حسیبه چیه؟ پس دیاره موضوع مطرح اصلا لجواری مسلمانانا منطقه اطراف گشتی لسر موضوع فلکیات شارزا بو غیر عرب اکا پس او بو فقهانیز این موضوع را بحث و بررسی کردند ام کتبه و کتبه سوا تشریح پدیده مقارنه یا مقارنه در علم نجوم و فقه شورای مدیریت مکتب قرآن داشتید. شلا دوای او مطالبه کمان دوای هات. لسر خودی کتیبه کیه که بیک مطالبه کانی روند برو نقدی و بررسیک. اگه فقها نیز لب ما تبحث بررسیان کرد اکثریتی قریب به اتفاق فقها. لزمانی صحابه گرت تا امر عامل حنفی و مالکی و شافعی و حنابله لسر امر رأیان که اصل لرؤیتی معتبری هلال الحاضی شرعی رؤیتی بصریه. وبرأي إثبات هلال رمضان والدخول بماه رمضان اعتماد بالحساب الفلكي جائز نيست حتى جمع كثير إجماع إلى سر نقلة كان وكو ابن تيمية وزورق لعلماء إجماع إلى سر نقلة كان قرطبي وغيره كي أما دروزنية وإن أمر برأي حاسب وغيره يكسانست اتفرقناك أما خودي كابراي صاحبي علم بحسي بفلكي أم قصي كرد بي مثلا کابرا فرزان خوی بخوی شارزاز لحسیبی فلکی بخوی للای خوی آیا اما معتبره که بخوی امکارب کابیجی من نیسه زانم مقارنه منگیه من رو حاکم رمضان بعضی قول هست که متیانه بخوی حاسب ایسه جماهیر علماء که قریب به اجماعه و تیانه حتی بو حاسبیش دروز نیه و ابن حجر رحمه الله تعالی اجماع علماء بر اعتماد بر رؤیت و عدم اعتماد بر حساب فلکی را نقل نموداز ابن حجر ابن تيمية قرطبي وكثير لعلماء بدليل روايتي كالشيخان از عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايت نمودان كرسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان رابا ذكر نمودو فرمود لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له دقتك فرمایا شکی پیغمبر اکرم علیه السلام لرا حسر گینه بنت الروجو نقرن حتى كي تروا الهلال بس تويتي بالرؤيته پیغمبر عليه السلام فمزان اصلا خودي قران ما بحثناك والشمس والقمر بحسبان هم يبحثيك دقيق حركتك ما خوي اشارناك لا نكتب ولا نحسب بس تي افلمي رؤيتك واشاراتك يمكن لدرس كاني قبل ابو تشي رؤيتك بازم روموسري ان شاء الله بس تبقي ام فرمايشه إذا كابرا سؤالك دحفة ترجمة ترحم كابرا يجي ما جاي استايمة بساعات نجني ورو عصر ومغري وصبح وأنا تعيننا كين أبو شيء سناوي سينداني سير وراك كوا ونازانم إيجين لبي خواي جور نيفرم وحتى بيوينن يا بينين كا بينيني غروبي نكردو تشرت بينيني سير وراك كبيت أندازي شيء كلا زائد على ظل الزوال دانن يا قبل وتبيجي أو بينن فرمي أم وقته كان يج بس ساعات تعينه كريتو والليلة راع فرمي هلال أصلاً شيء مواقيت هلال يج بتشي جن هلال أو تشكباري كي ما عندك درك ويتو مردم يجن ها هلال ما بيني يستهلونه يعني دنجي عم برزوك وبيغمر يكرم يج عليه السلام فرمي هلال حتى تروا أجر
احيانا لشوي سيا لشوي سيومي او مانجا كاكاتا اتر روجي بسنوت ابو ويواري بسنوك شوي سياكا فان غم عليكم اجر غم عليكم اجر تا داشاري عليتانو هوربو هورو هلابو مانجا كاتا ندي فاقدروا له فاقدروا له اذا ان فاقدروا له كمال هاتون حربكو ام مسلمانا اذا ان فاقدروا له يا كساني كتريس قبلا يبي ما بابن سريج الشافعي رحمه الله عليه ان شاء الله دواتر اقوال زنان نياس از موضوع كبست بدري قيناكا حيث مشكله يجيني عزيزك انا اگر هواشي جروينا برو كاك خوخريك شرع تن بيجينو تفاصيل تن بيجينو مسائل صرفي ومسائل اصولي واستنباطي تن بنقلك هر فقه فرقناكا دواي بو تانج مثلا يكي بو عالم بريزة فرمي فقدروا له يعني حسي فلكي كي ابن العربي مالكي لشرح موطاء قشت بانا كم يا شرح الترمزية زور زور تندر وابس الاجي اما اصلا دور الاو جهالتي كم قصة فقدروا له لرا لكو يجي فقدروا له اجي اقر شوي سيوم مانك تان ندي فقدروا له للرواية كي تراتوا فرميش فأكملوا عدة الشعبان ثلاثين عدد شعبان تكمل كم بس يغش فاسفقدروا له يعني او نك ويك هذه فقدروا له حسيف فلكيك اجا او بو هلا اول ايفر مو حسيف فلكيك بس لم روايته اما ام روايته لباورقيا اجي جمهور علماء همشين براي ان راي خيش احتجاج بروايه ديجري نمودانت كتصريح باتمام عدد سي سيروز ماه من ماد واز جمله ان روايه ان اسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماه رمضان را ذكر نمود وسفس بعدو دست اشاره نموده وفرمود الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة فصوموا لرؤيته ها فصوموا لرؤيته وكو أواية سكا فرمي فطلقوهن لعدتهن يعني لابتداء عدة إن يمكن فصوموا لرؤيته يعني كاتك بنيتان رؤية هلال تانكر دس بيبكان فإن غمي عليكم فاقدروا له ثلاثين ها أجر هورو هلابو سيبو بقرن تكميلي كان بسي چون مانجي قمري يا سيا بسونو باتفاق جميع ملل بشر على عبر مسلمانان بسو هشت ماني و سيوك ماني لمانجي قمريا وإشاري كيش كم نكالا بيرم چيتو يكي لأويك إسلام مانجي قمري دانياغ بو أوقات كاني أوسم مانجي قمري محسوس ترتا مانجي شمسي الان تو اگه به مانگی شمسی بگری گشتی هر تکراره حیث ممیزه اکی نیه بیجی امرو مثلا من گفت رفر سقیل و سنگین که برا زور زور برو اصلی ابراجی خور و خور لکوی و شاید هر تعین نکری ولی تو همیشه یک میزانی بینی ام خورتی تو اروا یا قرصی کامل همیشه یک میزانی تو اروا نزانی امرو روژی چندمی مانگه ولی به بینینی مانگ به مجرد بینینی مانگ از انیسه هلالی مانگ آوار رو به تحدبکی رو به مشرقه ولی آوه نیوی اولی مانگه باريك اوازان يكو دوي مانجا تربيعي اولا ازاني اما تايس حف دوري حفتي مانجا وقت اويتا قرص اويتا زاني چواردي مانجا دوارا رواتا ازاني دوري بيسو چندي مانجا دي توا يعني تو بما محسوس ازاني مانجا ارواتون انا اروا ولي اقوان اوان نبي مثلا تو بخورت ماشاكي حيشيكي محسوس نابيني تكراريكي يكتنغو يقرنغ او صح حتى يكي لينكاني وفرفر سادة للرؤية مانجا خلقي عوام وغير عوام بيزاني امروز شندم. بس هر آن دفعه تماشای الان دوی که تماشای مانگم که مثلاً چی بینیم؟ الان دوی مثلاً بیشتر آن دی یا مثلاً آن دی مانگی دل حجس. خوب. فصوموا لرؤيته فإن غمي عليكم فاقدروا له ثلاثين. ما حدیث که جا قولش فاقدروا له یعنی عدد ایام مهر برایان در نظر بگیری تا زمانی که سیروز شعبان را تکمیل نمایید. لخوار پاورقی اجی حنابلة قفت عند جاء وقصي مثلا حنابلة باب يلا متأول تكميلي كم بخاطر الدليل أحاديث ديجر برين مالو بس بهترين وأولاترين تفاسير أنشاس كأحاديث تصريف عن كلام حنابلة اشتكي تريجن حنابلة لفقدروا له نجأوي حسب فلك كان بيجن إجن فقدروا له يعني تنج نمودن يعني مانجا كتنج كانوا وابزان سحاء أولي مانجا جديدة وكو آية القرآن كفه قدرنا عليه رزقه رزق كما نسأل شي كردو تنقو كرد أفرمي يعني در حالة وجود أبر وما غيره ما هش عبرنا بستنور رزق قرار دايت
بنابراین تفسیر روزه این روز در نزد حنابله واجب است. یعنی برام تفسیره بوی روزه او روزه که حنابله جن واجبه بوچی احتمالی فری هست. یعنی احتیاطا بو اوی که نکا واجبه ترکی او یعنی تو نکا سوحا رمضان بی. در حالی که در نزد جمهور این روز یوم الشک است و روزه آن جایز نیست. به هر حال مهم این است که رأی حنابلی در اینجا به معنی در رأی جمهور است، یعنی عدم جواز اعتماد بر حساب فلکی در مورد دخول ماهای شرعی. جا نکته والی راس و علم است الان که ام برا مسلمان ناتون ام موضوعی ام مطرح کردو و بعضی کس پی معجوبو است و علم است ام موضوعی حسیب فلکی اولا ام موضوعی حسیب فلکی مطرح بو قبلا بله مسلمانان نیازیان بو کبزانن چون مانگ دست به کابلی ضرورتن بو مانگ رمضان بو موضوع حج اتباب رو ابو مسائلی ترک زکات بیتو عده بیتو چیو 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 چی بیت عده طلاق و الاخر عده وفات و الاخر دی لرا امانه بو والا حج کامل مسلمانان لتاریخ اسلام هیچ کس لفقهای اسلام نهاتو بیج والا مواجب الا آرائکی شاز ایتو میدیم مذاهب اربعه وعلماء كبار أمة حتى اتفاقي لسن نقل كان إلا آلائك شاز أويج أوانيا كيسا أمخل كي أجيت برسي أكين بحسي أكين إن شاء الله خوب بنابراين جائز نيز منظور أسفق دولو له حساب نجوم شناسان باشد زيرا أقر مردم بإن أمر مكلف ميشو دند برعنها سختي وحرج وارد ميقشد أيسا توتمان شاء كابريكي شوانا كابريكي عوام كابريكي بسواد بيرجني نازان كيوكي أو شوزاني حسيفة لكي تيال لشرع إسلام وقت التكليف عام لسر جميع أفراد أبي شوازي زانين وأسباب تكليفك وشروط تكليفك بوهموي مقدور بيت يعني إذا فايق ولو فرمي مانجي رمضان روجو بقرن لسر تكتكي مردميش فرز عين بي عوام وعالم فراندو أي بيجي فرز بمحسي فلكي تعيني كان نها وقت تكليفك عام لسر هموي اشي جوري زاني نكيش جوري بك عوام وخواص قشتي ويكو بيزاني بس اگه قرار وايتو او موضوع عواوايه چون بو سختي وحرج وارده بو زيرا جز افراد معدودي كسي چند على حرم موضوعاتي ما مترحيكي بالله عليكم چند كزمان ازاني حتى لقشري مثلا اهلي علمي چا حتى قبل از ام موضوعي كام جزوك جماعتي مكتب دايسي در كخوي انجيزي بو بعض اكز برواكو من برواشوينيها چن کس فر موضوعات ایزانی ولی زمانی اما فرکم نهتن مجبور که نشونی نزال قسم موش دع علماء و شافعی و حنبلی و مالکی همین که ویرکم دن نزال قسم و امثالی او چیز او کوایتی اما احمد قامز و فلان میساد کسی چند دوچونه حساب فلکی را نمیش نزد در حالی که شرع چیزی را به عنوان معیار به مردم معرفی می نماید که جماهیر و عمومی آنها به آن شناخت و آگاهی داشته باشند پس این مهمه اتأوهم من بعيدا ولفتح الباري حاشي ابن عابدين حمي أو كتوانا ذكري مسألك ابن قدام رحمه الله مفرمايت أجر كسي براي شروع خاتمي رمضان قول منجمين وأهل معرفة بحساب فلكي رمبنا قرار دات واتفاقا عملش هم موافق بسوابوت مثلا تو فرسك وتيتي برساج حسي فلكي صحة رمضان قدرين جوادر هات بالي راسي بوت بعض هم روزاش صحيح نيست روجه که صحیح نیه بوچی هرچند که درصد صحت و ثواب رأی منجمین هم زیاد باشد زیرا عمل به حساب فلکی دلیل شرعی نیست که بتوان آن را مبنا قرار داده و بر اساس آن عمل نمود پس وجود آن به مانند عدمش محسوب می گردد وکو حدیث که پیغمبر خواه فرمی علیه السلام من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ أو كما قال عليه السلام فإن أصاب فقد أخطأ أو كما قال عليه السلام الكسل بالرأي خوي لقرآن أقصبك ببيع وشار زابي بابي كابيتي شي يعني لدينا بابي كابيتي شي هر غلطي كده شون شي ببيع المقصي كده بايس قدرا واتفاقا رازرات هر خطاي كده لخوة راجي إن قولك مؤلف أز ابن قدام رحمه الله نقل المدين مبني بر أدلية شرعي ومبني بر إن قاعدة فقيس المعدوم شرعا كالمعدوم حسا يعني أو كمعدوم شرعاً ترى مشت معدوم شرعاً معدوم شرعاً إيش معدوم حسنة وقت الشرع شتكي معتبر دانني أو بواقع عن جوابي وكو سنة بيت أم لا أمينة خب براساس قول الجمهور كقائل بعدم جواز عمل براساس حساب فلكن بل كإجماع علماء برين موضوع است نجمهور بوشي يا وتر إجماع
وجاءت كسي لسر أمني قاشك بعض مسائل كان بعض لزانايان وكو زلي 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 زن يعني شي يعني دليلي بينجي وفهمكي غلطي زلمان دي لشتيك برأيك داو خلافي ما باقي زانايان علماء ليرا أم خلاف نفر إنسان معتبر دانان وكو شعر جي وليس كل خلاف جاء معتبرا هر خلافك معتبر نية لبحثي نقض إجماع خلافك له حظ من النظر حظك للنظر خلافك بإني كتابة قوتي كتابة قوتي كتابة أو كاتيجي والله اختلافي لسان على نصير كيوكو إمامي ابن سريج أو حديث فقدر له يبوجر فهم كله بعد وعي قول لكي ابن إنتان بو أخوي المو إسا تولانية ابن العربي رحمتي إخوائي لبي أو فهمي كده أمس زليك زليك كو عالمه أو فهمي كده نتيجة تناتو أمي بيجي نبرا وسك ومالك ومال إجمع كيان لسن نقل كده أبو بكر ابن العربي رحمتي إخوائي لبي للشرح موطاي مالكا جلدي شوار لا بريسة دو بنجوشج إمامي أبو بكر ابن العربي متوفاي بانصد وشلوسيس المسألة الخامسة فقدر له أي احسبوا ومنه القدر والتقدير أي معرفة المقدار فسره قوله فأكملوا للرواية كتراء ما تكملي كذا فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وقد ورد في الصحيح فقدر له ثلاثين يوما وقال علماؤنا قوله فقدر له إن الهاء في له تعود على الشهر وهو الهلال المتقدم الذكر وهو الهلال سمي بذلك لشهرته ويقال الاسم يعود إلى الأيام التي تختلف عليه فيها أحواله الثلاثة من الابتداء والاستواء والانتهاء وقد جمع بينهما في الحديث الصحيح واللفظ لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر إلى آخر ذهب بعض العلماء إلى أن الهلال إذا التبس على الناس فإنه يحسب له بحساب المنجمين وزعم أن هذا الحديث يدل على ذلك كماني كذبتي أم حديثة واحتج أيضا بقوله وبالنجم هم يهتدون ماشا احتجاجي بشكله وبالنجم هم يهتدون الراو بالنجم هم يهتدون بحثي تشيكا على أن المراد به الاهتداء في الطرق في البر والبحر ويجب وجودي أويك أما بحثي اهتداء في البر والبحر الرقابي أكدنا لبر والبحر نبحثي حسيوي مانك وقالوا أيضا لو كان التكليف يتوقف على حساب النجوم لزاق الأمر فيه إذ لا يعرف ذلك إلا قليل من الناس والشرع مبني على ما يعلمه الجماهير من العلماء وإذا فإن الأقاليم على رأيه مختلفة تاتد لسر أو رأيي وقد سقط بعض المتأخرين من الراحلين ها هنا سقطة كبيرة فنسب هذا القول لبعض الشافعية يجي بعض المتأخرين كمنظوري إمام باجي مالكية وتيتي أم قولك فقدر له يعني برساسي حسي فلكي نسبة داق لاي بعض الشافع كان أبو بكر بن العربي وايزاني وأم انتساب ابن سريج غلطه ولي صحيح وسهس نهاية وقال بهذا القول أحد غير واحد من التابعين بعض التابعين وكو ابن الشخير كتابعية كنسبة رياق لايك بحسيب فلكي جاء إجي وقد كنت رأيت للقاضي أبي الوليد الباجي بأن بعض الشافعية يقول إنه يرجع في استهلال الهلال إلى الحساب وإلى حساب المنجمين فأنكرت ذلك عليه إجاء والوت من براوانية شافعية كان نانوت حتى أخبرني فخر الإسلام أبو بكر الشاشي تا أبو بكر الشاشي رحمة الله عليه المتوفى 507 هجرية وشافعي مذهب وأبو منصور محمد بن الصباخ المتوفى 494 خويا أن بيان وتم كبلي أما شافعي كان وكو ابن سريج أميان وتوا يكي كترك أبو تيبي تبريش هر أمي بوتم فكنت كثيرا ما أصط على أبي الوليد بوهمه زور جارامود أبو الوليد باجي اشتباءك حتى أمن بيني كبالي وتيانا يعني وتيانا أقدر له منازل القمر قال كي وتيتي أبو العباس بن سريج رئيس مذهب الشافعي ومحيي رسم مذهبه هذا خطاب لمن خصه الله بهذا الكلام قال إمامي ابن سريج فرمو بيتي فقدر له خطاب بوكسي كوا علمي حسابي فلكي هزبو خوي بروا برأساسي حسابي فلكي بزاني أقر سوحة رمزانة هوريشة سوحة رمزانة حسابي إنبكا حالي ونشو نجي كافرين فقدروا له أو فهمي كردوه منظروا سهر كامتان أقادار بحسابي فلكي برأساسي حسابي فلكي يجي سوحة رمزانة يجي إمامي أبو بكر بن العربي لإذا ما فرميتي فأكملوا العدة أو أبو عوامة
فقدروا له أما هر ابن سريج تيتي فقدروا له بعلماء أبو بكر العربي زور تنجو آيادة يجي وهذه هفوة لا مرد لها وعسرة لا إقالة فيها وكبوة لا استقالة منها ونبوة لا قرب معها وزلة لا استقرار بعدها أو يا ابن سريج أين استمساكك بالشريعة وأين صوارمك السريجية تسلك هذا المضيق في غير طريق وتخرج إلى الجهل بعد العلم والتحقيق ما لمحمد والنجوم وما لك لتترامي هكذا والهجوم ولو رويت من بحر الآثار لنجلى عنك الغبار ما خفي عليك في الركوب الفرس من الحمار وكأنك لم تقرأ في الصحيح من الحديث الصريح قوله نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر إلى آخر فإذا كان ابن السريج وبعض التابعين يتعلق بدقائق النجوم ودرجاتها فإننا نقول نحن لا ننكر أصل الحساب ولا جري العادة في تقدير المنازل لكن لا يجوز أن يكون المراد بتأويل الحديث ما تأوله جائزني بلا حسي وفلك أواناز ولي أم حديث أوناقيني لوجهيني أما أحدهما فما تفطن له مالك وجعله أصلا في تأويل الحديث لمن بعده وذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول فقدر له فجاء بلفظ محتمل ثم فسر الاحتمال في الحديث الثاني فقال أكمل العدة 30 فكان تفسير التقديري بس لرواية كتلة تفسير كده وأما الثاني فلا يجوز أن يعول في ذلك على قول الحساب لا لأنه باطل ولكنه صيانة لعقائد الناس من الارتباط بالعلويات وأن تعلق عباداتها بتداوير الأفلاك ومواقعها في الاجتماع والاستقبال وذلك بحر عجاج إن دخلوا فيه غرقوا والنجاة في قوله إنا أمة أمية فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عن نفسه تصريف الأنامل المعتادة عند أهل الحساب فأولى وأحرى أن ينفي عن نفسه تصريف الكواكب وتعديلها نهاية المنظور أو قولا كإمام ابن سريج فلميت دواتر جنباز إن شاء الله لوقتي خويا توضيحاتي بشتري لسردا أبتاوتي كي إنك ابن عربي فرمي بو مردمنا كي بتلاي ناي مسألة نجوم واعتقاد بنجوم أو واي واي جنية شون كمسألة حسي فلكي ربتي باعتقادي مسائل اعتقاد لنجومانية نهاية برساسي قول جمهور إن مسألة بنامي شوت كهرقا ماهي رمضان با شهادت الشرعي ثابت قديد روزي مردم صحيح قاعد بود اگرچه بعدن با حساب فلكي قطعي نيس ثابت شود كما قبل از غروب خورشيد غائب شده حتى مثلا ما دام مردم شهادت با رؤيت با اسم صادقة دو سنة فراتون رؤيت يندار ولي نكته والي را آيا كلن حسيبي فلكي ما اخينا كنارو يانا نا صحيح واسه حسيبي فلكي لبحث نفيا إنه استفادي ليكين بحث نفيا يعني شيء يعني أجر إنسان دواتر مفصل توزيعه دم أجر حسابي فلكي مقصي علماء الشافعية وغيره إمامي سبكي وغيره أجر حسابي فلكي بقطع يقينتي كاكا هنوز اقتران روي نداوة كابر إنسان يبيج والله من ما أنقم بيني غلط يوتوا دنا فريج بيجين غلط يوتوا وشي شنو اقتران روي نداقة تا ما أنق تحت شعاع خور بيت دارو رد بي للايتا فازق لنور دكا لإمال مانغو بس رينا دا يا حساي فلكي بيجي والله مان قبل سخور داني شي بقطع بيقين تواو هنوز اقتران رينا دا بس لنفيا إثبات إثفادي لكن لنفيا واللي بو إثبات جائزني يعني جائزني تو بيجي والله أول إيسي اقتران رويدا مانغ الآن مانغو خور جمع بونو يكون لنقطة اقتران اللي يسر يجمح ورا قال لمركزي مانغا خطر ركي لمركزي خورا ردبي فاز مانغي جديد يك ثانية دواء ودس فيك يجين غلط تامة شون شرع نيفرمو أو لحظة فرمتي الرؤيات هلال ولازميك اللوازمي باطلي لأبيتو هو لوازمي باطلكيش إشارة بيكر درسكاني قلوتم شي بي مثلا لوسطي رجع من رودا كابرا باش تو جي مانغي رمضان دسي فكر او وسطي روجه تا شوكي خجزي مانغي رمضان تو چي پيكي لحازك الحاله للشرع مانك لشو دس پيكا باهاتني شو ختم پيكا مانغي شرعي مانغي شرعي لمغري ودس پيكا غروبي خور لاخر روجي مانغي قبلي بغروبي خور لاخر مانغي مانتوابي اوسا ابتدا انتهي بس
فزروزه و فطر بر مردم بر اساس شرع صحیح بوده و نه قضایی بر آنها واجب است و نه گناهی بر آنها. اگر چه بر حسب آنچه که بحثای فلکی در تراوزه است در روزهشان نیست اخیر باشد، مادامی که قاضی شرع آن شهادت را نقض نماید. و چنین موضوعی از مسائلی است که شرعا مردم در آن معذور بوده و خطا در چنین موضوعی که طریقش اجتهاد مبنی بر دلیل شرعی است مورد عفو بخشش قرار گرفته است. به دلیل فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون. فر شرع اسلام فر اسانه ما جعل عليكم في الدين من حرج. فرمي فطري او روجزه فطركن با واقعا ايش خطاتان كدبي قرواني او روجزه قروانكن با خطاشتان كدبي الاخوار لا فورقيه اجي امام الخطابي در شرح ان حديث مفرد معناه حديث نسك خطا در موضوعي كطريقه يافتني عن اجتهاد است مورد عفو بخشش قرار گرفته است الى اخر ارواب السريه. توجه لا بريبنجودو قول باعتماد عدم اعتماد بالحساب الفلكي در دخول ما هي شرعي بمعنى الغاء حساب رؤيه نيست بل كبر قاضي لازم اسك اهتمام خاصي بامور فلكي علان دقتان كذبي من ام بند فقيره برمضان امثال كمثلا ام جمعه وتي روجي تشوارشما هنا من دروج قبل رمضان شي قبل الججم وتيان او روجا ججنا دروج بيزرو دروج قبل وتم بحيج عنوان او قشتي قسم بي او روجا ججني بوشي شك حساي فلكي دقيق ايوتشي ايوت اقتراني مانك دواي مغربي دواي مغربي ايوا بيسونو رمضان رؤدا اقتراني مانك ساعات يكي يكي شوي او شويك سوحا سي رمضان كارو يدابو او شرعانيني بردين جماعات هاتن وتيان شي سوحا ججنا وستو باغاهي لما موضوعاتنا ازاني تمام ام يواره مانغني اصلا مانغ لاسمان ان يتتو هنوز مانغ نغي يخور تردج بو بيتو توي سله ايواره بيسنوا دوي مغربي بيسنوا تو بيويني او من حر كابري هذا يوت نبرا مانغ ما نبيني وروجي بزح حتى ماشي شاوم كد مانغ ديار نو سوحكي وتكاك جندم قسمن شي قسما بالله العظيم روجي بنشما كوت جمعه وانا بو امثال ججن اري دو قسما بالله العظيم روجي بنشما ججنيه بوشي لأنك يقينا أمزاني اقترانك لساعات يكي شو رؤية دا يكي شو ما أغني كتائم إيوارة بيني بيتما لبروا أشي كابرا أقادار بي بموضوعتان يعلان هيئتي إفتاي جنوب لسر أم موضوعتان إنيكا حق قبلن إعلامك إعلامكي نبر أساسي أويك إعلان جماعتي مكتب بيانيكا نا بر أساسي چي بر أساسي أو إيجي أو حساوي فلكي إيجي ما أغ مثلا لساعاتي أوان دا قيوة اقتران لإوارة الرجية واندا لمنطقة ما دياره لمنطقة ما أبينري شو هي سايش أو رجية دواعي أبينري شو واقعيتي شيء حليبون بس تو بمعنى ماني حسي فلكي بحث مثلا هلال ببينري هلال 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 ميقاتنا اقتران شو اقتران وتمان هم غلط الشرع نفي كردوا هم لازم يباطل شيء اللي بيتو وأو هدف مرجويك كبشوينيائي نايت دي تجي وحدتي جاتبي باقترانيش هالروج فاصله يس لسر زمينه تو بس ابي اعجه بقاضي يا درين خصوص ازيك از نجوم شناسان اهل اعتماد ياري وكما جيرت تمشاك جانا كان اما طالبي سبيتانه وتري ام جزواته امشتانه هموي وكو شتيكي باش باش حل بقرن بوخوتان وين كان ام درسانه بيتانه وتري موضوعاتانه آرشیوی بکن با خودتان طبقه بندی کن لبیر تان نچه تون دوری بکنو سبحان به ما نیاز تان است حالی بوی فیسا اما پی دوتره هاتین کتیبه کمان لباره بدعت پیوتی لشرح حدیثه که اما ساله جم هاتین لبران لفلان موضوع کتیبه کمان هموی امانه اگه تو گره کت بی یک موسوعه لی درتی موسوعه یکی علمی ولی دروسه بی اگه گره کت اینا طلب علم نزانی چونه و طلب علم نبی تو اما تر درسکت وایاد بیخی تا کنار تا داری ده سالی تر جا بیجی والله او کاته اما بحثی اومانه خوندم زانی بحثی چی هن نزانی میسی چیه نه شی تو قدری امانه بزانی برا قدری امشتانه بزانی و لبیرو نچه تو زیاد که لسری نکمی که تو پس اگر شهادت فرد با داده های قطعی علم نجوم و اتفاق رأی نجوم شناسان در تعارض بود معنی ده این که ماه قبل از غروب خورشید غروب نموده باشد در این حالت برقازی شرعی لازم است که به سبب وجود شک و تردید شهادت رؤیت کنند را نپذیرد اما قصه امامی سبکیته ائمه اسلام شیخ قرضاوی غیر گشت علما من قبول باور ما کم کز امیر ردکاتو
وأما أجر شهادة زيادة شده وأفراد زيادة شهادة رؤية هلال رادادا وهميجي در وصف وتشجونيجي هلال اتفاق نظر داشتن وين شهادات بعد هذا هاي علم النجوم در تعارض بود در چنین حالتی اصلا به علم نجوم توجه نشده و اعتباری برای آن داد قرار داده نمیشه. آیا این قصد درسته؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا آغاگیان علم نجوم به اتفاق نجوم شناسان با قطع و یقین علی ساعت یکی شو اقترانی منگرو ادا لگل خور عیسی واری امرو واری مثلا 29 رمضان 50 کسته جولا منگ من چاو پیکوت به سؤال تو آیا علی را اشی توجه به نجوم کن نکی تو بیخیت کنارو بیش پنجاه کساتون کامیان دویست نفر ایج بین ایجین اشتباه تن کرد حالی بوی دویست نفر ایج بین ایجین اشتباه تن کرد ام قصه پس ای که ام قصه درسته ام قصه از این ام قصه که درسته اما سه علمی نجوم ایجه آغیان احتمالی رؤیتی هلال اقتران روی داگه ساعت دوانزینی و روی داگه سی عصر روی داگه احتمال رؤیتی هلال لمنطقه خلیج شبه محاله یا نزدیک به غیر ممکنه اهلی را اگر افرادی که زورت نوتیان بینی مانه لیرا رگاه زیجین قبول یکن بو چی؟ چونکه لو بابته علمی نجوم دقیق عمل ناکه حتی اگر دقیق ایج عمل که بعض مسائل از لمحاسبات یا قراری ناده وکوش کستی نوره که تو تماشاکه که مثلا الان تماشاکه تو اگر سیرکی لدوره وکوش سراو گرما بعضی وش کستی نوره رو ادا بعضی چه چیه بینی لخواره لسراه بینی اصلا تو الان جاری واهس شکستی نور تان بینی و بیش مکو چون الان لیوانک شیشه آیواتیا تو چمچه کی تیخه وقتی تماشای چمچه که اکی لسراه وی بینی لبدرو وچی نور شکستی خواردوه او اینانه که لچمچکاتی بولای من لبانترو چون نور لمحیطی که غلیزو هاتوه تدر بو محیطی که چی؟ رقیقو وقت نور لمحیطی که رقیق ارواتنا و محیطی که غلیز برو خوار اشکیتو وقت لمحیطی که غلیز تی برو محیطی که رقیق برو سر اشکیتو او سلطو تماشای کفی استخری اکی امینی چی؟ امینی فرنزی که لحالا که ممکن سی متر قول بی احساس اکی نیم متره بعض مسائل اواين از لحسابك انا نايت ويا الو كاتب ناتواني كابرا بيجي مثلا امثال بوجزي الحجه حسين فلكي وتيوتي لما انتقى احتمال بينيني هلال ضعيفه زور ضعيفه نيه لحجازه بشاين في كل سيتشوار كسي شهادتي عندو اعلامي نيكرت بس انا اشياء مثلا دقتي تيا بكري علي بوي نهايه او كوتيسي او تفسيلي لسا رأي دوم دارين مثلا انت اسكي ابن قتيبة يكي از محدثين رحمه الله وبعض از حنفية ومالكية وبعض از شافعية همچون ابن شهاب الدين الرملي وبدرج وابن دقيق العيد وابن السريج والسبكي وغيره از علماء قرن قزشته شيخ احمد شاكر وشيخ محمد بخيت المطيعي يا بخيت المطيعي الرأي بجواز اعتماد برحساب فلكي در اثبات مهداد البتا بم تفسيلك بم مجملك متيتينية سبكي واينا وفرموه سبكي لبحثي نفي كافر ميتي هاليوي سبكيني وتو والله براساس حسيفة لكي تو دس بكم بما أنا حتى أخوي الآن إيتيري توجي حرام بإجماع إيه محمد شاكر أحمد شاكر رحمتي خوالي بك وقصي كده دعائي خوي فشيمانه هو ولا روي وكو زلي اقنا عقاهي منا نصر فزاي مجازية مسألة ما ترح كده برادري كشارزانية للموضوع مسائل كان اختلافية كان كتبوا شيء يجي باطلة اختلافية هلا وندب يستويتي مثلا ابن سريج أو قصي كردو كيو كي إحساسه كا واقع اختلافي بوا معناسه كهيج مشكلة كيني مسلمان بقى أو بشكل نكاكة جائزني ده براساس ذي شيء فقدرو له أمي أنقرتوها دي ابن سريج أو أحد يسكي ابن سريج هاردو كي سبب نقل كردن شير أحمد شاكر يجي أمر باعتماد نمودن بالرؤية بتنهاية التي منصوص برايش ذكر شده أست وأن إنسك أمت هاي وكان إجي الشيخ أحمد شاكر ذاني شون معنى حديث كاكاتو إجي لحديث كاكاتو فرمتي إنا أمة أمية بس شون كأوكاتا أمي بون إيسا أميتنا ما هو مردم لحساو أزاني بس باينتك لحالك توضيح أمية كم من إشاراتي كم بيكر وتمان آية أما آيتك معنى معنى ما يتبكنه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم
بعث في الأميين رسولا منهم. أم أمية بكام معنى آية كبيغمرة فرمي عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية تخو بحث أمتك أمت آية منزوري عربة فقط تخو بيغمبر عليه الصلاة والسلام أمتي عرب بيغمبري عرب نية بحث أمتك أكا خطاب عام بأمتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام آية منزوري أمتي عرب يعني إما عرب بسوادين نتيجة بين حسي وكين تقول لنا عربي شابا سواد ثانيا أجر موضوعك لبر بسوادية رسول أكرم عليه الصلاة والسلام موضوعك كفاية دنفر بيزنفر بنجانفر أنيري في ريبن وسلم نا موضوع مسألة كترة مطلبة كترة أو نفي حسي وكاكا وكوبي وتم تعاليم أمد وكما مشاتبية فرمي سطح أمي نظر قلتوا بو عمومي مردم كودو أتر إشاري بيكم بس الشيخ أحمد شاكر لسر ويجي سخل كاكا أقادار بحساي فلكي أقادار بحساي فلكي نتيجة توا ومشكلة كينيا أم قولي الشيخ أحمد شاكر الشيخ بكر أبو زيد لكتي وكا أتريتو إجي الأخير وخوي بشيمان بوسو نيوتو من أمر رأيي ما فقد شتيك موتو ودو أي وايان زاني من رأيي منه ومن يسا لسري قراء ومسوني من يسري جاء براستيك إن قول با منطوق نصوص قرآني وأحاديث نبوي وإدعاء إجماع سابق بالرأي أنها رد هذا شده أست نصوصي همچون فرمودي الله تعالى يسألونك عن الأهلة لا بريبن جوتوار قل هي مواقيت للناس والحج أها لباري أهلة لتأفرسن بجاء ومواقيت كان مواقيته أهلة بس هلال ميقات نا حساب ومهدر شرع ما بين الدو هلال راقويند وأنشك بالروية أفق ديدي نشوت هلال نامده نمي شود نصوص النبوية كبرئين أمر تأكيد ميكونن كأغاز ماه بارؤية هلال الشروع مي شود كأخوان من إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس فصوموها فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن قم عليكم فعدوا له 30 يوما. يا أو حديثك فرمي إنا أمة أمية وحتى يك حديثها موجود ندارت كي جاوة إن شاء الله مفصل لسر أو موضوع أمية أبي بحثكم كي إن أمتها مكلف بعمل برأساس حساب فلكي برای دخول به روزه رمضان نموده باشه بلکه شریعت این موضوع را بر سادگی بنا نهاده و حرج راز امت بخواد نک حرجیش حتی لوازمی باطلی لیه بیتو نفی کردوه و هر کس که بر اساس رأی شیخ احمد شاکر روزه بگیرد لاجرم یک یا دو روز قبل از رمضان شرعی روزه بگیرد راسکا رمضانی شرعی خواه فرمی شهر شهر او ایشالله با لسد رزوکه امانیش بحث یکنی خواه فرمی شهر شهر کامسه شهر و رمضان کام به هلال دست بیکا وني فرمو لو لحظه كمان وروج جينيك وصافي غمر خوف فرميتي عليه الصلاه والسلام لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم وبعنوان تتمه برايه ان بخشت اوكين برايه ان شي ذكر جاي ميقيم براسيك قول باعتبار حساب فلكي در حالته ابري ابن بودن در حالتي هوري نبوني اسمان لحيجي يقل سلف نقل نكري ما بابزان يعني او قولانيش كهز كافرمي ابن سريش فرميشي فإن غم عليكم فاقدروا له كي فإن غم عليكم حالبوي يعني اقتب الرؤيتك بخاطري هورو تشد معلوم نبو او كارا او كاربك وصلا لحيج كسي نقل نكري قبلا لحالك هوا صافة وهورنية بحسايفة لك يعملك فقد إن قول بمترف بن عبد الله بن الشخير نسبة دادش ودك ابن عبد البر رحمه الله تعالى راجع بأن ميقويد وتان جاي كمان علم دارهم ميدانهم هيجي قصف قهاية مسلمين قول باعتبار حساب منازل نداده يعني حساب فلكي فقد شيزي أز مترف بن عبد الله بن الشخير روايش ودك أنهم أزؤو ثابت وصحيح نيس والله أعلم وحتى أقرهم أزؤو ثابت وصحيح ميقود باسهم بدليل الشزوز ومخالفة أشباع حجة الشرعي واجب نبود كدر أن قول أز مترف بيروين مودشوت راسك على حرت مسألة فرما مسألة كبعض أقوال التابعين نقل الشذوذ شذوذ عبد الله بن عباس فتوى دالس المتعة حسيتي عليه وأنا تروي لفرمي أنت رجل معتوه دور لأو رزاق خوان ليبي يتوصل لي شيء أي كورة متعي شيء بأمر حرامي كردو عليه السلام يعني صيغة تادوا أي قرا ولا قسكي بس وابن قتيبة ابن قتيبة درباري فقدروا له قفتاز يعني حركة ما هو در منازل جرى عندها زب قدر حسابه لك در حالك إن قول قولي سك الشذوذج ومخالفة أهل علم باءن را ذكر نمودين وأصلا صحبة دليل المسائل در شأن ابن قتيبة نبوده ابن قتيبة رحمة الله تعالى عليه محدثة ولغوية
يعني فقيه نية، فقيه بمعنى يعني لفقهاء قولي لي دقل لكن إما نما بيني وبصنا لكتبي فرزن المجموعة بيجي ولا ابن قتيبي دين ولي رحمة إخوالي بوايوتو ولي لبحثي لغتها لبحثي حديثة نقل لي لكن وأودر شنان مكانة فقهي نيس كدر هر در إنجون مسائل بقول استدلال المدشود والشافعي هم حكاية شو ديك قفتاس هركسي كقائل باستدلال بعلم نجوم منازل ما هست وسفز أز جهة علم نجوم حساب فلكي برايج واضح قرديد كإمشب هلال أول ما هست در حالك هوا أبري بوده ومانع رؤية هلال باشد در شن حالتي براي انفرد جائز اسكي اعتقاد بدخول رمضان وروزي داشت باشد ونيت براي روزي نماد وروزي اشهم قول باشد در حالك أنت از إمام الشافعي صحة ثابت بوده أم قولي جن اسمت دراغلا إمام الشافعي ولي لصحة إثباتي قيل وقال اس فرزي إثباتي بحثي هوريبون ومشخزنبوني هلالة حالي بوي كابرا مثلا في أول تيريتو يا إمام الشافعي فرموتي حسد برعكس قول الإمام الشافعي ثابت نفي هلالي نفي حسي فلكي كردوا إنا إنسك اعتقاد بدخول رمضان صحيح نيز ما قربارو إيا ترجمة كي توجه دكتور بكر بن عبد الله أبو زيد در كتابش فقه النوازل ذكر نموذج الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري در رسالة ابن من لو غير لو غيرك قالها يا أستاذ منظوري كي أني أحمد شاكر بل قول الشيخ أحمد شاكر انتقاد قرفته عن الرد دي الشيخ بكر أبو زيد قفته در نزل الشيخ إسماعيل نامي وخطابي الشيخ أحمد شاكر رديدم كدر آن شيخ شاكر الشيخ إسماعيل بخاطر أن رأيج عذر خاهي نموده وبيان كرده بود كرسالة أجرى فقط جهة تحريك أهل علم براي بررسي وتحقيق دارين موضوع نشر نموده أست وقرنا او يعني شيخ شاكر هيج رأي قاطعي دارين موضوع ندارد بنابر النتيجة إن مبحث إن شدك أصل در إثبات هلال رمضان وغير آن همان رؤية بسريز وبنابر رأي جمهور أكثرية علماء اعتماد بالحساب الفلكي براي دخول در ماه رمضان جائز نيست در حالك بعض الفقهاء قول بجواز اعتماد بالحساب الفلكي در إثبات ماه دادند البته هم رابع قرار دادن بعض الشروط براي إن أمر در نزد بعض الفقهاء كدوائي تي سري شروط اعتماد بالحساب الفلكي للا أوانيشك وقسيا نسر كردوا إدامة أداء إن شاء الله وإهلين درسك بعدي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.